وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي الكرام، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحيي ضيوفنا الكرام الذين حضروا معنا من كل مكان، والشيوخ الذين أيضا حضروا معنا، خصوصا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيوخ الذين من أهل غامبيا والدول المجاورة الذين شاركونا في هذه المؤتمر، نقول لهم أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. بعد المحاضرة التي ألقاها دكتور عمر فاروق عبد الله، لا ينبغي لي أن أطيل الكلام بعدها، لأنها هي كاملة وشاملة وجمعت كل شيء، كل ما نحتاجه اليوم قد تطرق إليه دكتور عمر وجزاه الله كل خير. فقد أضيف عليها فقط نصيحة لكي أن نعمل بهذه المبادرة الكريمة التي دكتور عمر ألقاها، نحن نعمل بها، لأن العلم بدون عمل لا يفيد بشيء، لا بد التطبيق، نحن نحتاج اليوم إلى التطبيق، أن تنشر العلم وتوفر العلوم في كل مكان، ولكن ينقصنا فقط التطبيق، يجب أن نطبقها. الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا بعد 12 شهر، وهناك من كان بيننا وانتقلوا إلى جوار ربهم مثل يحيى سانيان وجيري سنغور. إن شاء الله نقرأ فاتحة على أرواحهم، ربنا يسكن فسيح جناته. لا يمكننا أن نتكلم بالخدمة والمحبة إلا أن ندعو السلام والاستقرار في بلدنا وفي كل البلاد. ندعو لرئيس دولتنا ربنا يحفظه ويهديه إلى صراط المستقيم، ويريه كيف يخدم ويساعده ويعينه على الخدمة، ويعينه على خدمة هذا البلاد إلى أن يطورها إلى أحسن مما كان فيه اليوم. إن شاء الله ندعو له بتوفيق ونجاح، ولكل الدول المجاورة ولكل البلدان العالم، لأن إذا فقد الأمن والاستقرار في بلاد، يجب أن ندعو لتلك البلاد أن يرجع لها الاستقرار والسلام، وإلا هذه عدم الاستقرار وعدم السلام ممكن تنتقل إلى كل دولة. إذن لا نتمنى عدم الاستقرار وعدم السلام لأي دولة مهما كانت، هي مسلمة أو غير مسلمة. إذن هذه طلب هذا الاستقرار هي مسؤولية للجميع، مسؤولية للجميع، كلنا كل واحد منا مسؤول عن جزء من هذه السلام وهذا الاستقرار. إذن لا بد كل واحد منا يساهم. إذن المشكلة اليوم في عالم الإسلامي، في كل بلد إسلامي اليوم ترى تسمع فيها عدم الاستقرار، مع أن الله سبحانه وتعالى آتانا أحسن كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، هو سيدي وسيدكم وسيد الناس جميعا وسيد الدنيا والآخرة، أرسله الله إلينا وعلمنا الحكمة وعلمنا الأدب وعلمنا المحبة، ولكن بعدما أتى كل شيء خالفناه. هذا هو سبب مشكلتنا اليوم. كم مؤتمرات عقدت في العالم الإسلامي يتحدثون عن مشاكل الأمة الإسلامية، وكم اجتمعوا في كل العالم الإسلامي، عقدوا الاجتماعات، هل خرجوا بنتيجة؟ هل فيه نتيجة حتى الآن؟ هل رجع الاستقرار والأمن في الدول في العالم الإسلامي؟ بالعكس تماما، كل ما يجتمعون بعد الاجتماع مباشرة يكون فيها تفجيرات من هنا وتفجيرات من هناك، قتل الأبرياء، المسلمين يتقاتلون فيما بينهم، كل هذا سببه بعد عن الحقيقة، بعد عن الدين، بعد عن الله سبحانه وتعالى، وبعد عن المحبة الذي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نغير ما يحدث اليوم في العالم، العلماء الأمة، المذاهب، الطرق الصوفية لهم مسؤولية، أكبر مسؤولية في هذا المشكلة. ماذا استفاد منهم الأمة اليوم؟ إذا أردنا، لأن إذا كان كل شيخ إنما يجتمعون نتجامل فقط، المجاملات فقط، ولا نصل إلى الحقيقة، إذن لا نصل إلى الهدف. ما دام بيننا المجاملات فقط لا نصل إلى الهدف أبدا. لا بد أن ندع المجاملات ونتطرق إلى الحقائق ونتوصل إلى الاستقرار والأمن وتوحيد الأمة، حتى لا نتحمل هذا المسؤولية أمام الله يوم القيامة. نحن مسؤولين عن هذا الأمة. He began saying that
What people tend to do, those Muslims tend to do nowadays, here, especially in around this region of us here, people tend to take their sheikhs much more seriously than they do Allah and His Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. In spite of the fact that when they stand in prayer, that they wouldn't, no prayer will be complete without reading the reciting the Fatiha. They wouldn't be reciting programs given to them, so or any kind of prayer given to them by their respective sheikhs, but the Fatiha. But in spite of all that, they still find it fit to put their sheikhs in a position that would have actually befitted only Allah or His Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. That's what they do. And this is all part of ignorance. And it is the purpose for those who wants to use them to keep them ignorant, to show them only themselves instead of showing them the truth of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what they do. And as long as this problem is not properly addressed directly, instead of just sidestepping it or kind of soft-soaping it in a manner that wouldn't look like it's important, the situation is not going to be corrected. إذن كل ما يجب علينا وجب اجتماعنا هنا اليوم هو كيف نستطيع أن نساهم في حل مشكلة الأمة اليوم. لم أجمع هنا ناس لكي يتبعوني أو ليتبعوا طريقتي، لا، لكي توحيد الأمة ونساهم في توحيد هذا الأمة. هذا هو الذي جمعنا هنا، وخلقنا لعبادة الله، وما خلقنا لكي نعيش هنا لنبقى هنا أبدا. إذا عمرنا هذه الدنيا سنخاف من الموت طبعا، ولكن إذا عرفنا أننا خلقنا للعبادة سنقوم بعملنا ونقوم بواجبنا حتى لا نخاف أن ننتقل إلى جوار ربنا. لأن الله إذا كان والدك أو والدك تحبك، فالله أحب حب الله أكثر بكثير مما يحبك والديك. إذن ومحبة الله هي أنفع لك أيضا. إذن خلقنا للعبادة، ولا يمكن أن نعبد الله إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذه الخلافات التي تجدها اليوم لا فائدة بها، ليس لها علاقة في الإسلام. كل من يقتل حتى لو غير مسلم لا علاقة له بالإسلام. الإسلام لا يقتل أحد، بل يدعو الناس إلى هذا الدين، يدعوهم إلى السلم، يدعوهم إلى المحبة، ويدعوهم إلى التوحيد، ويساعدهم وينفق عليهم ويخدمهم. هذا هو الإسلام، هذا هو الصورة الصحيحة للإسلام. أنا لا يهمني أن أكون إلا عبدا لله وخادما للخلق الله. كل ما أريده أن أكون عبدا لله وأن أكسب رضا الله سبحانه وتعالى، وأن أكون خادما لخلق الله سبحانه وتعالى. لا أتطلع إلى الولاية، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون معنى الولاية. لو أراد الله أن يعذب جميع الأولياء لفعل ذلك. ليسوا معصومين. إذن الذي يعبد الله لكي ربنا يجعله وليا، هو يشرك بالله بدون أن يعرف، ولأنه يعبد الله بشروط، يدع لله شروطا. الأنبياء هم المعصومين، ولكن الأولياء ليسوا معصومين. علينا أن نفهم ذلك. إذن يجب أن نريد أن نكون عباد الله ورضي الله عنا. هذا هو أهم شيء في الـ في الـ في الـ في العبادة، أن نجد رضا الله سبحانه وتعالى. نصلي ونصوم ونذكر ونقيم الليل كلها، وكل ما نفعله فقط لكي نكون أولياء. إذن هذا خسارة. ربنا هو الذي يختار، وليس أنت الذي تختار. لا ينبغي للإنسان أن يكون أنا عبد الله بشرط أن يجعل الله وليا. يجب على الإنسان أن ينتبه في هذه النقطة. لكثير من الناس اليوم إنما يدع أمامته أو يذكر الله أو يقيم الليل فقط يريد أن يكون وليا. إذن العبودية هي أعلى مقام. العبودية هي أعلى مقام، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أسرى بنبيه
ما استخدم اسم رسوله ولا اسم نبيه انما استخدم سبحان الذي اسرى بعبده سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اذن شوف اين مقام العبوديه لان الله سبحانه وتعالى هو لم يستخدم كل هذه التسبيات اذن كيف نحن نتجرع الى ربنا سبحانه وتعالى ونقول له نعبدك لكي نكون اولياء كنت فقط اقول اذا اردنا ان نكتب الاجر من الله ان نفهم ان الله لا يؤتي اسراره لمن خان الشريعه الله لا يؤتي اسراره ابدا الله لا يؤتي الاسرار لمن خان شريعه الله وكثير من الناس اليوم يظنون اذا وصلت الى هذا المقام افعل ما اشاء واترك الصلاه او اترك الحج او لا اصوم وهذا غير صحيح ابدا لا يمكن ان نضحك على انفسنا فقط ولكن الله سبحانه وتعالى ارسل الينا رسوله واعطانا اوامره اركان الاسلام معروفه لن تتغير لا يمكن ان نعبد الله الا بما انزله الله وهذه المجاملات كلها لا ينبغي ان تكون بيننا وكل ما فسد هذه الامه كلها من المجاملات انا اقول لكم شيء ولكن اعتذر منكم المجامله هي الكذب الملون تعرف ان هذه الحقيقه وتجامل وتتطرق الى غيرها اذا ان نترك هذا الشيء لا بد ان نفهم اننا خلقنا في هذه الدنيا وسننتقل من هذه الحياه الى حياه اخرى الى حياه لا تنتهي اذا كثير من الناس يخافون لقاء الله لانهم قطعوا العلاقه بينهم وبين الله اذا سوف يكون هناك خوف ورعب ولكن الذي له اتصال بربه لا يخاف شيئا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته